هذه المناسبة نعيش أجواء كرنفال إمعشار الذي تنظمه جمعية أسمون للأعمال الاجتماعية والثقافية والمحافظة على التراث. هذه الجمعية التي أبلت البلاء الحسن عبر عقود لكي تصل إلينا هذه الفرجة. هذه الفرجة بطبيعة الحال هي مستمرة، ونتمنى أن تفترح دروب تطويرها من باب يعني تأصيل، أولا التأصيل تحريرها من كل أساليب القبح، وبالتالي أن ترقى على المستوى الجمالي، على مستوى التناول الفني، على مستوى الجانب الموسيقي، والجانب يعني على مستوى الملبس والأكسسوارات الغير ذلك. هذه الفرجة هي بطبيعة الحال هي فرجة عريقة ممتدة في التاريخ، يعني قبل الإسلام، وبالتالي لا يمكن ربطها بالعاشر محرم بعاشوراء، وإنما هي هناك من يرجعها إلى العصر النيوليتي، يعني هذا عبر النقوشات الصخرية، عبر مجموعة من هي تعبر عن علاقة الإنسان بالأرض، والملصق يبين هذا البعد، بعد الخصوبة في القناع الذي يبدو على الملصق، وهناك كذلك أوشام على هذا القناع. تلك الأوشام ليست اعتباطية، وإنما كانوا يستعملونها للوقاية، للحماية، إلى غير ذلك. تعدال كانكاوات تكلف حنكي بزاف. إيوا القضية كانكاوات حرات تعدال، خصها تعدال تقريبا شهر قبل، هاك فهمتي، تعدال كانكاوات شهر قبل. رقيس نستعمل الطرو دا ديزاكارن الجلود، الجلدة وعلوج، نعطي الجلدة أورام حتى أنت رقيس نتخدم بخير. هذا نتخدم تقريبا البريباراسيون الخير نسكر شهر نسكر ودماونا نتقلب نتباري الكرتون إلى وشن أقرنيف نتقلب غوانا حتى أنت الفدان حن تعدل كل شيء لخيرنا. وكان كري قد تدري حتى أرعم حتى أنت رقيس الخيش رقيس نسكر. مهم مش كده حواج الخيرات البريباراسيون انت يخصت سجات الخيرات تقريبا شهر رقيس نسجات الخيرة سا عشور رنفوي غا بالضبط حماس عشور غار العمد ان شاء الله، نظرا للمهرجان، نظرا لما يسمي التاجيل ديالو، ياك فهمتي. وكان الخيرات غير كليس مقرات قال الموريد الثقافي العمر العام اللي تقريبا تيقرا 30 سنه ان شاء الله، الى دقيحه حماس الداري حماس الميدانات الثقافه حماس نتزنيت. ايوا الخير هاد اللي فولكي نتمنى ان شاء الله كلشي فرجه ممتعه للجميع. كاتشينا سيدي لحال الساعه اللي باب ندرقو، او باش ندرقو على الساعه كودان، كودان لاني معشار، الي النظام ورلي لي فاري، الا النظام حميد كلشي، ياك السن، كودان الا النظام، الا لانت الحشمات ورانت فتا ارقاز الحماس، حتى مانت مغارين ولا. ديك السنة عقول يعني معشار لازم عقول كنا عقول يعني السجاد نكني حتى قول 8 ايام ولا 10 ايام عرفت حيا الدراري ما تسمحوش راه يستعدى للدماء ونستعدى لكل شيء. ديك السنة ديالي شاكي بعقول انا راه يستعدى حتى نتغان ديناصور مش كل عام الشخصيات راه نسكر نكني الا الحزان. ديك السنة الا الحاج اللي تقنت انا اسمي ايميريك ياك السنت. المهم الا كل الخير انا ودي الخير انا على التوحت كلهم كي لا انتو دايين لا انا ما سجن تيواياتين ياك السنت هاكو دايين لا تيواياتين اللي الحزان اللي بزاف دراري بزاف هاكو دايين عاودي التقاليد نزنيتها يا رقيت نتشارك رحيت تعجب غايد رقيت نتشاط رقيت نتشاط كله غايد رقيت نتفرج اي فولكي الخير هادي فولكي سولي الطوار سولي الطوار غايد فولكي انا وي طار عمت انا وي جدود انا وي كله غايد انا مرحبا معاك من 2008 نشارك من كله الخير هادي رحيت تعجب رقيت نتشاط رقيت نتفوج مهم كل شيء انا رقيت نسكر ودا توسات مرحبا مرة بركات دارنا مرحبا بكم